واحد بيقول ماذا يقصد داود النبي أسجد لك أمام كل الآلهة؟ هو الكتاب سمح أن آلهة الأمم تدعى آلهة، وفي آية تقول لأن جميع آلهة الأمم شياطين، ومع ذلك سموهم آلهة باعتبار وضعهم. زي ما احنا ندرس التاريخ ونقول الاله اوزوريس اتجوز الاله ايزيس وخلف الاله حورس باعتبارهم كده، يعني اسم الشهرة بتاعهم انهم اله، لكن مش معناه انه بيؤمن بيهم. وفي المزمور 82 يقول الله قائم في مجمع الآلهة في وسط الآلهة يقضي، وبيقول في نفس المزمور ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون، ولكن إنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. وطبيعي أن الذين يموتون ويسقطون ليسوا آلهة بالحقيقة، لكن كلمة لا يقصد بها طبيعة اليهود المعبود. مرة ربنا قال لموسى جعلتك إلها لفرعون، مش يقصد خالق لفرعون، لا، يعني ما تاخدش كل كلمة بمعناها الحرفي، لكن خدها بالمعنى المقصود به.